إذاعة سلطنة عمان. ونحن نؤمن دائما بأهمية تعدد الآراء والأفكار وعدم مصادرة الفكر، لأن في ذلك دليلا على قوة المجتمع وعلى قدرته على الاستفادة من هذه الآراء والأفكار بما يخدم تطلعاته إلى مستقبل أفضل وحياة أسعد وأجمل. البث المباشر، مواضيع مختلفة على بساط الحوار، نحن معكم وعلى الهواء مباشرة ومع برنامج البث المباشر. البث المباشر. مرحبا مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة مع البث المباشر. وحلقة اليوم هي حلقة عامة، سيكون هناك ردود من الجهات المعنية بحسب المكالمات التي وردت للبرنامج. ما زالت مسألة الردود ليست بالكثيرة ولا دون المستوى المأمول بأمانة، ولكننا نبذل الجهد لكي نتواصل في الأيام القادمة والأسابيع القادمة على خير. هذه تحيات فريق العمل، خالد بن حمدان الحجري وعائشة بنت عيسى البلوشية، وتحياتي بدر بن علي الشيباني، وفي الإخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. للتواصل مع البث المباشر الاتصال على الرقم 24-602-794 أو 24-692-666. الرسائل النصية القصيرة على 90484. البث المباشر، منكم أقرب. طبعا سنبدأ بالردود، وبعد كذا الوقت المتبقي سنقضيه مع تلقي مكالماتكم وآرائكم وقضاياكم التي تريدون أن ترفعوها عبر البث المباشر إلى الجهات المعنية بها. في الواحدة من الحلقات اتصل الأخ أحمد المعشني بالبرنامج، كان ذلك تاريخ 18/2015، وتحدث عن موضوعين: موضوع انتشار الحمى القلعية وغيرها من الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية في محافظة ظفار خاصة في المناطق الساحلية، وأيضا تحدث عن ارتفاع أسعار الخدمات في مطار صلالة الجديد الدولي ومثل المواقف وغيرها كما ذكر. وسنكون على مزيد من الاستضاحة حول هذا الموضوع. على العموم الأخوة في الشركة العمانية لإدارة المطارات ما قصروا معانا اليوم على الهواء في هذا الموضوع، وأيضا راح يكون معانا الأخوة من وزارة الزراعة والثروة السمكية. لكن نبدأ بالشركة العمانية لإدارة المطارات، الأخ سالم، عفوا شيخ سامر بن أحمد النبهاني، مدير عام العمليات التجارية بالشركة العمانية لإدارة المطارات، مرحبا بك معنا على الهواء. مرحبا الأخ بدر، بداية توجه لكم بالتحية والتقدير على جهودكم الإعلامية، وشكرا لكم على هذه الاستضافة. بارك الله فيك، واجب علينا وأيضا على للمواطن الذي اتصل بالبرنامج يريد استيضاح حول هذا الموضوع، موضوع أن الخدمات مرتفعة في المطار الجديد. يعني هناك أسباب إدارية، أسباب اقتصادية، أسباب استثمارية، أم ما هي الأسباب التي دفعت إلى أن تكون الأسعار مرتفعة في الخدمات؟ طيب، بداية أيضا كذلك أود أن أوجه بجزيل الشكر للأخ المتصل على سؤاله، وأود أن أنوه أن لدى الشركة العمانية لإدارة المطارات إجراء يتمثل في مراجعة الأسعار السائدة في المطار ومقارنتها بما هو موجود في الأسواق بصورة دورية.
الآن فيما يخص سؤال المتصل حول أسعار مواقف السيارات والخدمات الأخرى. شيخ عفواً. نعم معك، لكن نعم. المخرج يشير إلى بإمكاننا نسمع المكالمة، جزء من المكالمة السابقة إذا كانت أفضل بالنسبة. طيب تفضل. طيب. إذن نسمع مع بعض. والله نحن هنا في محافظة ظفار في الأوان الأخير من شهر 7 إلى الآن، هي محافظة ظفار أيضا لديها العدد الكثير من الثروة الحيوانية هنا في محافظة ظفار. نعم. من شهر 7 إلى الآن أبدت أن الحيوانات هناك في بعض الأمراض هناك في محافظة بالشريط الساحلي هنا في السهل وأيضا في المناطق الجبلية. طيب. ومثل الحمى القلاعية وأيضا بعض الأمراض اللي هي مختلفة ثانية. فأتمنى من وزارة الزراعة تقوم بدور أو حملة توعوية أيضا حملة بطارية لهؤلاء الناس لتوعيتهم وأيضا تحذيرهم إذا كان هناك حيوانات فيهم مرض ويتحذروا من لحومها أو يتحذروا أيضا من شراب حليبهم وأيضا أشياء كثيرة، لأنه هنا في أطفال هناك نساء. صحيح. هناك كبار. هل منتشرة؟ لم يتعوا لهذا الشيء. هل منتشرة بشكل كبير؟ من الأخ بدر. لا. هل منتشرة بشكل كبير أخي أحمد؟ كيف؟ يعني هل منتشرة الأمراض بشكل كبير يستدعي نعم إن إحنا؟ نعم. المنطقة الغربية، المنطقة الشرقية هي المناطق الجبلية والسهل منتشرة الأمراض. وما كان أي تحرك؟ ما صار أي تحرك من الأخوة في الزراعة؟ ما صار أي تحرك من جميع عيادات البيطرية ولا وزارة الزراعة ولا تقوم بأي دور. وأيضا الغلبية هناك المستشفيات هنا في المحافظة تعاني من هذا المرض. أيضا مرض الحيوان الآن إذا واحد فحص وصار عنده هناك حمى أو شيء يقول لك فيها مرض حيوان. مرض حيواني نحن نتمنى من وزارة الزراعة أن تقوم بدور. طيب. أيضا نحن ما نطالب وزارة الزراعة، وزارة الزراعة هي اللي تقوم بدور. نحن كمواطنين لا يجب منا أن نحن دائما نتفاعل مع وزارة الزراعة الأخ بدر. نعم. هي المفروض هي اللي تقوم بدورها، إن هذا دورها وليس دور المواطن. لا طبعا يعني نحن انتظرنا فترة كلها حتى وزارة الزراعة تقوم بدور أو العيادة البيطرية هناك في المناطق في أحد المناطق الجبلية أو في الولايات. صحيح. ولم تقوم بأي دور لتوعية هؤلاء الناس وأيضا فحوصات الحيوانات الموجودة. معليه احنا المكالمة هذه كان المقصود بها وزارة الزراعة والثروة السمكية وراح تكون في وقتها ايضا، اتمنى ضيفنا في وزارة الزراعة يكون متابعينها على اساس مباشرة ندخل في التعليق عليها. نتابع الان الجزء اللي خاص بالشركة العمانية لإدارة المطارات. سامحنا شيخ سامر. استضافة ايضا شركة خدمات المطارات هنا في محافظة الظفار ايضا ارتفاع الاسعار هناك في بسبب الموقف. هذه قضية فعلا أتمنى منك استضافة هؤلاء المسؤولين، ونحن كل مواطن يطرح آراءه لأنه هناك في ضيوف جايين للمطارات وأيضا واحد يوقف سيارته لمدة 5 أيام أو 3 أيام أو يتوقف هناك ساعة أو ساعتين يدفع غرامة إذا تأخرت 15 طيب. دقيقة يدفع 5 ريال في البوابة الثانية. أتمنى منك إثارة هذا الموضوع وأيضا طروحاتكم في هذا المجال، وأتمنى ضيوفكم أن يكون معكم إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. ضيفنا حاضر وموجود معنا، وأتمنى أنه أيضا الأخ اللي هو المتصل الأخ أحمد المعشني يكون معنا أيضا على الخط الآخر. شيخ سامر تفضل. طيب الأخ بدر شكرا كثير على التوضيح اللي حصل في السؤال. الآن فيما يخص السؤال تسمعني الأخ بدر؟ إيه نعم معك. نعم. الآن فيما يخص السؤال متصل حول الأسعار مواقف السيارات والخدمات الأخرى، يعني أنا الحقيقة أود أن أشير إلى أن جزء من هذا الارتفاع يعود إلى نوعية الخدمات التي تقدم داخل مواقف السيارات، وهي الحقيقة لا تقارن بما كان متوفرا في المطار القديم. يعني فعلى سبيل المثال للحصر، أنظمة التشغيل الموجودة اليوم ذات تقنيات عالية ومتقدمة، أضف إلى ذلك أن هذه المواقف مضللة بما كان مقارن، يعني مقارنة بما كان موجود في مطار صلال القديم. أضف إلى ذلك أنه عدد مواقف السيارات اليوم داخل المطار ارتفع إلى 2300 موقف من 700 موقف في القطار القديم في المطار القديم، أي بزيادة نسبتها 200%. يعني فهذا يدل على شيء، يدل طبعا على ارتفاع التكاليف التشغيلية لإدارة المطار الحالي. يعني أما فيما يتعلق بالأسعار فأحب الحقيقة أحب أن أوضح بأن مقارنة بما هو موجود في المطارات الخليجية، مطار صلالة يعد الأرخص في المنطقة، فتسعيرة المواقف قصيرة المدى في مطار صلالة أرخص بمقدار 50% عن متوسط أسعار المطارات الخليجية.
أما بالنسبة للمواقف طويلة المدى، مطار صلالة أرخص بمقدار 266% عن متوسط أسعار المواقف طويلة المدى في المطارات الخليجية يعني. نعم. أتمنى أن يكون هذا واضح للأخ السائل يعني. طيب. أما فيما يتعلق بباقي الخدمات الأخرى الأخ بدر، في الحقيقة هناك الكثير من الخدمات اللي مطار صلالة يقوم بتقديمها وتوفيرها، وكنت أتمنى الأخ المتصل أن يشير إلى هذه الخدمات بشكل واضح حتى يتم إجراء مقارنات حقيقية والتحقق منها. والشركة تدعو الحقيقة الأخ المتصل لزيارة الشركة للاطلاع عن قرب على آليات التشغيل في المطار، لأن هناك الكثير من الجوانب الحقيقة المرتبطة بالتكاليف التشغيلية وغيرها من التكاليف عادة ما يتم أخذها في الاعتبار. أما فيما يتعلق بالوقوف أمام المطار، فالحقيقة الشركة العمانية لإدارة المطار استجابت لملاحظة الإخوان أو المسافرين، وزادت فترة الوقوف من 10 دقائق إلى ربع ساعة أمام المطار يعني. نعم. فهذا ما أردت تبيانه وتوضيحه للأخ. طيب الآن إذن أخينا أحمد موجود معنا على الخط الآخر وتابع هذه الإجابة. باختصار أخي أحمد، أهلا وسهلا بك معنا من جديد. يعني الملخص الكلام، حتى أعطيك خدمات مميزة لابد من زيادة المصاريف التشغيلية، وعندما أزيد من المصاريف التشغيلية أيضا لابد أن يكون هناك نوعا ما ارتفاع في الأسعار. ما هو تعليقك على هذا الكلام؟ ألو، مساء الخير. مساء النور أحمد. مساء الخير لأخ بدر، ومساء الخير لضيفك الكريم. أنا قبل شوي سمعت الحوار كان إجابته حول مطار صلالة، بالنسبة لمطار صلالة جزاء الله خير حكومتنا رشيدة على توصيل أيضا الخدمات لكافة أبناء عمان جميعا، وهذا المطار الحمد لله مطار بكافة خدماته جيدة، والحمد لله الأشياء الموجودة الحمد لله بحسن ظن الكل أيضا مستحسن من هذا المطار، ولكن يبغى الشيء الوحيد الأخ بدر. نعم. أنه هناك بعض الـ 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 القادمون او المستقبلون اللي جايين لمطار صلالة، لان هناك اذا تاخرت السياره اكثر من 12 دقيقه او 15 دقيقه هي يقرن ب6 ريالات في البوابه الخارجيه بعد البوابه. فالان اعتقد لان الطائرات هناك في خلال 5 دقائق او 10 دقائق تهبط طائرتين الاخ بدر. نعم. فأتمنى إدارة المطارات أن توسع هذه الخدمة إلى نص ساعة أقل حاجة، بدل 15-12 دقيقة ساعة 12 دقيقة ساعة بواحد إنه يكون هناك. الآن وأنا جاي الآن وأنا قريب من المطار الآن حاليا، هناك بعض المستقبلين هناك منتظرين أكثر من 10 دقائق الآن طريق الجسر، فهم الآن منتظرين حتى يوصل إلى نفس المطارات. أنت نفس إذا دخلت نفس المواقف اللي تحت تدفع نفس الشيء مبالغ، وإذا تأخرت هناك نفس الشيء تدفع مبالغ. فهم الآن مستحسنين اللي جايين، وفي بعض الناس ماشيين على الجاري أو هالأشياء، فيستحسن أن يكون هناك. والمطار الآن بحمد الله يتسع أكثر من 100 سيارة في المواقف الرئيسية. طيب خلينا نسمع تعليق الشيخ سامر حول هذه النقطة اللي ذكرتها. طيب شكرا لأخ أحمد على هذه الملاحظة الكريمة. أنا أعتقد لحل هذه الإشكالية مثل ما تفضلت، هو الآن هناك في عندنا مشروع لزيادة عدد مكان الدفع أيضا في هذه المنطقة يعني. القصد الحقيقة من الربع ساعة أو من 10 دقائق هو الحقيقة ضمان انسيابية حركة المرور في المنطقة هذه يعني، حتى لا تتكدس السيارات ويكون هناك إشكالية وعملية ازدحام قوية. لكن أنا أعتقد ملاحظة في مكانها، وأعتقد أنه نحن بنقوم بزيادة عدد مكاين الدفع في هذه المنطقة، وإن شاء الله سنعمل على هذا الموضوع إن شاء الله في القريب العاجل. بالنسبة للموضوع تفضل. شكرا لك سامر، والله أتمنى أن يكون هناك اتساع، وأشكرك على سعة صدرك في هذا المجال، وأتمنى أن يكون هناك. الحمد لله نحن الآن بحاجة لهذا الأشياء، وأيضا مطار صلالة مطار أعتقد بأنه ليس مطار دولي، وإنما يستقبل أكثر من عدد الطائرات، فاللي كان هناك إذا كان بالإمكانكم عدد الوقت أو عدد زحمة السيارات في إمكانكم كل خدمة للكل وليس لشخص معين. تمام، وهو هذا ما أشار له الشيخ الآن، يعني بمعنى دراسة هالموضوع طبعا أكيد مش لشخص معين، يكون للجميع. بالنسبة للمواقف الشيخ تحدث وتكلم عن أنه هذه المواقف يعني مبررة نسبة ارتفاعها، وهي ليست الأعلى أساسا في المطارات، على الأقل على مستوى الخليج. الأخ أحمد. أيوة معك. طيب يعني تفضل الأخ بدر. أتمنى أن يكون هناك أيضا يتسع عدد السيارات هناك، لأن الناس خارج المطار واقفين على الشارع العام
فأتمنى أن يكون هناك أيضا يتسع عدد السيارات الموجودة في المطار فوق أو عدد الساعات الموجودة. إذا كانت هناك 12 ساعة 12 دقيقة 12 دقيقة يتأخر واحد يدفع 6 ريالات المنوار، فهذا طلب جدا والله. أتمنى أن يكون هناك وسع جيد لمستقبلين المسافرين القادمين. هي الحقيقة ما هي أعتقد رسعت لربع ساعة، يعني هي الآن رسعت من 10 دقائق لخمس دقائق. وكافية ربع ساعة لأنك أنت الآن عموما يعني طرحتي محل، وأنا أعتقد لحل هذه الإشكاليات الآن الشركة والإخوان في مطار صلالة بيعملوا جاهدين على أساس أنه يزيدوا عدد مكاين الدفع بحيث أنه يتم معالجة هذه الأزمة إن شاء الله، وسيتم إن شاء الله معالجتها في القريب العاجل. نحن نطمئن طيب. الأخ أحمد على هذا الموضوع إن شاء طيب. الله. أخي أحمد في خاطرك شيء ثاني؟ شكرا، شكرا لأخ بدر وشكرا للشيخ سامر وجزاكم الله خير على إتاحة هذه الفرصة وعلى هذه الملاحظة الجيدة، أشكركم جزيل الشكر. بارك الله فيك وأشكر على إتاحة صدركم لهذا المجال. تسلم وانتظرنا في موضوعك الثاني إن شاء الله فيما بعد. شكرا للشيخ سامر بن أحمد النبهاني مدير عام العمليات التجارية بالشركة العمانية لإدارة المطارات على وجودك معنا في البرنامج، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أخي. الله يسلمك. ناخذ فاصل ونرجع مرة ثانية لأنه الأخوة الآن يحاولون الارتباط بوزارة الزراعة والثروة السمكية حول موضوع أيضا لا يقل أهمية وهو ما أشار إليه الأخ أحمد. خلوا أحمد معانا على الخط، وهو ما أشار إليه الأخ أحمد المعشني انتشار الحمى القلاعية وغيرها من الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية في المناطق الساحلية بمحافظة ظفار. فاصل نرجع. البث المباشر منكم أقرب. البث المباشر منكم أقرب. خلونا إذن نتابع الإجابة حول هذا الموضوع المهم بالنسبة لثروتنا الحيوانية. الدكتور هادي بن محسن اللواتي مدير دائرة الصحة الحيوانية بوزارة الزراعة والثروة السمكية. دكتور مساء الخير وأهلا وسهلا بك. مساء النور أخي العزيز وأهلا وسهلا فيك، حياكم الله. يا هلا الأخ أحمد معاي ما زلت؟ نعم. طيب أنا يعني موضوعك الآن عندما صورتنا إياه في المكالمة السابقة كان بالفعل يعني موضوعا يبدو فيه انتشار لأمراض الحمى القلاعية وبعض الأمراض في الثروة الحيوانية. الجانب الأهم أنك تقول بأن وزارة الزراعة والثروة السمكية لم تتخذ الإجراء المناسب في هذا الموضوع وأنها ما زالت بعيدة عن واقع هذا الموضوع وخطورته. هل أنت ما زلت على هذا الرأي حتى الآن؟ نعم أنا معك في هذا الرأي، وأيضا أنا أسد على هذا الشيء الكلام. طيب. لأن الحمى القلاعية الآن منتشرة بشكل كبير في محافظة ظفار. خلينا نسمع الدكتور. وأعتقد من شهر الأخ بدر من شهر 7 إلى الآن وهي منتشرة في محافظة في المناطق الجبلية وفي السهل في من محافظة ظفار. طيب. وأيضا هناك أتمنى من وزارة الزراعة وأيضا وزارة الصحة هناك لديها مناشدات ولديها أعتقد أن هناك أيضا كتيبات أو بعض المناشدات أن هناك مقابل وزارة الزراعة أن تبحث وأيضا تأخذ هذا الشيء لفحوصات. خلينا أحمد خلينا نقف على الواقع الآن مع رجل متخصص ومسؤول في نفس الوقت، خلي يعطينا واقع هذا الموضوع. دكتور هادي تفضل الكلمة لك. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لموضوع الحمى القلاعية طبعا مثل ما هو معروف أن مرض الحمى القلاعية مرض موجود في السلطنة منذ الثمانينات ما من اليوم أمس، وما فقط في محافظة الظفار أيضا في مختلف محافظات السلطنة. لكن الوزارة قائمة بالجهود اللازمة خصص تكافح هذا المرض من خلال مشروع التحصين القومي للبلد. المشروع عبارة عن تحصينات لمرض الحمى القلاعية توفرها الوزارة كل سنة على أساس يتم التحصين. عفوا دكتور، هذا الإجراء الروتيني الذي تقومون به، لكن نحن الآن أمام مشكلة يقول المتصل بأنها بدأت منذ شهر 7 وهي في استمرار وفي تزايد. أنا جاي لك في الكلام أخي العزيز، أنا حبيت أعطي فكرة للمستمع اللي قاعد يصير أصلا في الوزارة. فالمشروع التحصين بادي من فترة طويلة من سنين طويلة، والأمراض بما أنها موجودة في السلطنة فما يمنع أن بعض الأحيان تظهر حالات
من بؤر مرضية احتمال تكون نتيجة ورود حيوان من خارج البلد، خلينا نقول لم يمر على الإجراءات المحجرية بشكل سليم، فبالتالي يمكن يكون هو من أنواع الأسباب اللي أدت إلى ظهور المرض وتحتها خطوط هذه. بالنسبة لمحافظات السلطنة، عفوا لمحافظة الظفار، نعم، حسب البيانات والتقارير اللي تردنا من صلالة إن الوضع أفضل بكثير من المرات الماضية. الآن بالنسبة لصلالة في 2013 تقريبا، نعم، أوكي، كان عدد الحيوانات المصابة 1400 حالة، 1014 حالة عفوا في 2013. قلت هالحالات تقريبا في 2014 إلى النصف، صارت 580 حالة. إذا نتكلم على 2015 في الشهر، في السنة الحالية اللي إحنا فيها حاليا، الحالات كانت تقريبا لغاية نهاية شهر أغسطس 114 حالة فقط. جميل، هذه نسبة نسبة خلينا أسأل فيها الأخ أحمد، يعني إذا كانت النسبة قد انخفضت والآن نحن أمام، أيوة، قبل لا تسأل أحمد، أنا بس حيث أضيف نقطة على هذا 114 حالة هذه، هي ظهرت فقط في منطقة واحدة في محافظة الظفار، هي منطقة بلقوت، وأيضا لأن أصحاب الحيوانات رفضوا التحصين. رفضوا التحصين، نعم، فإحنا نواجه هذه المشكلة من بعض الإخوان، إن هم بالنسبة لهم التحصين يعتبروا شيء ما ضروري، فيرفضون التحصين فيه، مع أنه العكس، إحنا في فترات السنوات الأخيرة وشهور الأخير في صلالة بالذات في تطور مستمر في موضوع الحمى الفولائية. طيب دكتور سامحني، أنا يعني أترك هذه هاتين النقطتين ليد أحمد الآن. أحمد، يعني الآن نقطتين مهمتين جدا، أولا أنه الانخفاض هذا، لماذا لم تشعروا بهذا الانخفاض مع أنه مدون ويبدو بأنه أقل بكثير من السابق 2013 و 2014، هذا واحد. ثاني شيء، يعني نصرخ الآن ونحن نرفض التحصين، هذه أيضا نقطة يجب أن ننتبه لها. أكيد الأخ بدر أنا معك، إذا كانت هناك إحصائيات من قبل وزارة، من قبل المديرية العامة بمحافظة الظفار للزراعة، إذا كانت هناك ليس لديهم أي إحصائيات بالنسبة لمرض الحمى القلعية في محافظة الظفار، لم تذكر، أنا أكد لك هذا الكلام بالأمس. أنا كنت بزيارة، قمت بزيارة بعض المناطق الجبلية، وليس زيارة بهذا الخصوص، وإنما زيارة خاصة لي أنا، وحصلت في هذا الحالة أمس، بالأمس، أمس نفس التاريخ أمس، إن حالة مرضية موجودة نفس الحيوانات، وأيضا الحيوانات لم تشفى إلا إذا كانت صبت عليهم ماي بارد. ما أدري إيش المرض هذه الموجودة، يعني وش هي حمى قلعية مثل الحمى القلعية اللي هي حمى، ولكن هي حمى يصيب بالحمى على طول، وأيضا يختفى الحليب مالهم أيضا على طول مباشرة يختفي، وأيضا تمرض البغار ولم تقوم إلا إذا كانت هناك صب عليهم ماي بارد يومين أو ثلاثة أيام، فيتم بنشاط أو يعود الحيوان مرة ثانية. فأتمنى من وزارة الزراعة وأيضا وزارة الصحة، إذا كانت هذا الحالة إذا ما موفرة موجودة، أنا لدي الإثباتات الموجودة وأدلكم بأكثر من 10 أماكن وفيها نفس الأمراض. جميل، طيب نعم، هذه نقطة مهمة جدا دكتور هادي. يعني أولا قبل أن تردوا على البث المباشر، هل فعلا عاينتم المكان، وصلكم التقرير غير عن الإحصائيات اللي ذكرتها بأنه هناك أمراض أخرى غير الحمى القلاعية وحتى الحمى القلاعية في الفترة اللي قضيتوها للرد، قضيت أسبوعين تقريبا، هل فعلا تمت معاينة هذه الأمكنة؟ إذا كان المواطن يقول بأن هناك 10 أمكنة ربما يستطيع أن يدلكم على عليها. أنا أكد هذا الكلام بنفسي، أنا أكد لكم هذا الكلام الأخ بدر والأخ دكتور هادي، أكد لكم هذا الكلام، وأيضا إذا كان هناك فريق من قبل وزارة الزراعة هناك موجود في محافظة الظفار أو العيادات البيطرية، أنا أؤكد لكم وأزير هذه المناطق معكم يدا بيدا ورجلا برجل. طيب خلينا نسمع الدكتور هادي، تفضل دكتور. بسم الله. بالنسبة للإحصاءات اللي أنا جبتها، هذه الإحصاءات كلها ما من الوزارة بالنفس، هذا طبعا بالتنسيق مع الإخوان في محافظة الظفار، احنا تقرير شهري يوصلنا من جميع محافظات السلطنه بالامراض والبؤر المرضيه اللي تظهر ويتم علاجها والتحصين ضدها، هنا علينا نجمع الاحصاءات. ايضا لما وصلنا الاستفسار من بث المباشر بخصوص الحمى القلاعيه، تم التواصل مع الاخوان في محافظه الظفار واستفسار عن مدى ظهور المرض والحالات المرضيه الموجوده وكيفيه السيطره، أساس بس نتأكد ونطمن أكثر. نعم. أفادنا الإخوان المختصين هناك إن مثل ما خبرتك إن المرض في تناقص شديد في الفترة الحالية بالذات. لكنه يتحدث عن مرض آخر الآن هو أحمد. أيوة، المرض الآخر اللي هو يتكلم عنه، أنا إحنا كمختصين يمكن ما ورد لهم هذا المرض، بس مسألة إن مرض حيوان تعبان ترش عليه ماء بارد يصير زين، هذه أنا أول مرة أسمعها، ما أعتقد إنها هذه حالة مرضية. ولكن إذا يتكلم الأخ أحمد إن في حالة مرضية،
هذا ما يمنع انه يراجع اي عياده، ياخذ مع الطبيب يروح يشوف الحاله وبناء على ذلك يتاكد. لا عفوا دكتور، ليش 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 هو يراجع طبيب؟ الان هو رجل يقول لك عندي تقريبا 10 امكنه، لماذا لا تكون هناك لجنه مشكله من شخص مختص من الوزاره ومن المديريه هناك وتقوم بزياره هذه الامكنه بالتنسيق مع المواطن الذي اتصل بالبث المباشر؟ ما يمنع، وهذا اللي اقصده بدر، انه المواطن ليش اقول يروح للدكتور على اساس يراويهم الاماكن اللي يقصدها والحالات اللي يقصدها. قد تكون هذه الحالات موجوده وما مرت على العياده او صاحب الحالات هذه ما راجع العياده. نعم. فبالتالي اساس احنا نعرفها لازم نشوفها، وايضا مثل ما يتكلم ان هذه الحالات موجوده منتشره، فبالتالي اكيد راح كان في نوع من المواطنين يراجعوا العياده ويستفسروا عنها، خصوصا انها قد ما تكون حاله مرضيه، قد تكون ارهاق اجهاد ايا نعم. كان نعم. وبالعكس احنا نفضل انها لو كانت حاله مرضيه ان الحبيب يتداركها من الاول قبل لا تنتشر وتتفاشل لا سمح الله. طيب خلينا اسال الاخ احمد، يعني الان انتم انت شخصيا وربما غيرك من المزارعين هناك لمحوا هذه الحالات، هل ذهبتم الى المديريه مثلا تخبروها وبالتالي المديريه قصرت في المجيء لكم؟ لان كانت هناك في عياده بيطريه في سهليتين الاخ بدر، نعم، مستشفى بيطري، والمستشفى البيطري سكر، وين المواطن وين بيروح الاخ بدر؟ يعني ما توجد اي عياده بيطريه الان مثلا؟ ما توجد عياده بيطريه الا في صلاله واحده هناك في مكان المسلخ القديم، اللي في صلاله المسلخ القديم في صلاله، وهذه عليها اعتقد محافظه ظفار بشكل عام صلاله باكملها. وين واحد في المناطق السهل؟ السهل الان بعدد كبير الان من الثروه الحيوانيه من الماعز والبقال الموجوده، وين المواطن بيجي؟ المستشفى العيادة المستشفى البيطري اللي في سهليتين مسكر. نعم. وين دور وزارة الزراعة؟ الآن وزارة الزراعة هذه، وزارة الزراعة هذا دورها وليس دور المواطن الأخ بدر. هل تهم وزارة هل... الزراعة؟ وزارة الزراعة تقوم بدور سنويين، يجب من وزارة الزراعة أن تقوم بدور سنويين بتوعية المواطن وأيضا بعمل فحوصات أو طيب. دورية شهرية. طيب هذا 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 موضوع عفوا أحمد. طيبة. لازم المواطن يشتكي ويروح. أحمد. يعني هذه نقطة أنت أكيد أنها مهمة لكن ما جاوبتنا على سؤالي، هل ذهبتم إلى المديرية هناك ورفضوا أنهم يأتوا مثلا للمعاينة؟ أنا شخصيا ما عندي حيوانات ولا ذهبت إلى المديرية العامة للزراعة ولا ذهبت. إذن هذا قد تؤخذ عليك أنت. فأنا سألت بعض المواطنين لوزارة الزراعة اللي هم هل رحتوا قمتوا بزيارة لأحد الأطباء الموجودين في البيطرية؟ نعم. فقالوا زرنا أكثر من مرة وطالبنا أكثر من مرة واحد منهم يروح معنا فلا يروح، فقال هذا حما تروح تجي وتروح، فواحد يتجي وتروح صعب شوية، لازم نعرف إيش السبب المرض هذا، هذا المرض هل موجود في السلطنة ونقضي عليه طيب. أم في مرض بما أنه غير موجود. بما أنه الدكتور معانا حاليا وهو مدير دائرة الصحة الحيوانية، لماذا نتفق الآن ونحن على طاولة البث المباشر أنه فعلا دكتور إذا كان في الإمكان ممثل للوزارة مع المديرية وتذهبون أيضا سنعطيكم رقم الأخ أحمد و تقفون على أرض الواقع على هذه المسألة، والله مشكلة يعني نحلها ما شيء مشكلة، أيضا بالإمكان نحن نرد على المواطن ونطمئن جميعا. مثل ما ذكر لك أخبار بالعكس، ما إنما أبدا إحنا نتمنى حد يجينا عشان نقدر نروح ما في مشكلة، بس أنا أحب أوضح نقطة بخصوص العيادة اللي ذكرها الأخ أحمد الآن. صحيح إن المستشفى البيطري في صلالة الحين مسكر، ولكن يعني قفلوه على اعتبار انه في مستشفى قديم ومبنى قديم، والحين قاعد تحط خرائط جديده تماما لبناء مستشفى جديد متكامل افضل من القديم في نفس المكان. بالاضافه ان المستشفى ما تكسر، المستشفى تم نقل الموظفين اللي فيه الى مكان اخر. نعم. لو الاخ احمد سال كان بيعرف ان هذا المكان الاخر موجود، والطاقم البيطري والطبي والاداري كله موجود في المنطقه الثانيه هذه. هو يقول غير كافيه حالية. يقول غير كافيه، هذه واحده. الشيء الثاني بالنسبه للعيادات، تقريبا صلاله واحده فيها 4 إلى 5 6 عيادات، عياده صلاله، عياده ألسان، عياده زيك، عياده حجيب، هذه كلها موجوده في صلاله. فاذا عياده واحده مقفوله ففي 4 عيادات ثانيه موجوده، وبالتالي ايضا حتى لو ما عرف يوصل للعيادات المديريه موجوده، حتى لو يمر على المديريه يشتكي او انه يبلغ شكوى لاي موظف هناك تابع للثروه الحيوانيه اكيد بياخذ فيها اجراء معين. نعم. طيب الشيء الثالث المرض اللي يتكلم عنه، المرض اللي يتكلم حمى تجي وتروح، ايضا صار له معروف بمرض معين اسمه فريديتكنس، قد تكون هذه واحده من الامراض الموجوده. اهم شيء نوقف عليها علاجها سهل، ما انها من الامراض الصعبه يعني. طيب
تفضل احمد، بغيت تقول شيء؟ بقدر والله. العيادات البيطريه اللي ذكرها، هناك في عيادات بيطريه، عيادات بيطريه مدينه الحاق واغسان وهذه، وهذه في مناطق جبليه، واذا انت رحت المراجع تاخذ ادويه او تاخذ شيء يقول لك الادويه ما موجوده، تجينا في بدايه الشهر في تاريخ واحد، تاريخ واحد اذا راجعت انت، اذا ما راجعت تاريخ واحد تاريخ ثلاثه ما بتحصل. هذه كانت حتى عليها شكوى في البث المباشر، ما زلت اذكرها، عدم توافر الادويه هناك. نعم ما موجودة حتى الآن، إذا جيت تاريخ واحد العيادة البيطرية توزع عليهم في تاريخ واحد من كل شهر، إذا أنت جيت تاريخ ثلاثة، تاريخ ثلاثة ما بتحصل شيء إلا إذا انتظرت تاريخ واحد، انتظرت من الصباح إلى الظهر وتأخذ السيد مع الإخوان. طيب باختصار، باختصار هل الاهتمام بالثروة الحيوانية هناك مرضي أم لا أخي أحمد؟ أعتقد أن الاهتمام بالثروة الحيوانية مرضي، شيء إيجابي غير، أعتقد الكل واضح. لا لا، مرضي أم غير مرضي حتى الآن؟ إلى الآن نحن مهتمين، بس وزارة الزراعة ما أعطتنا الدعم الكبير حتى نحن نهتم بهذه الثروة. يعني إذا خلاص هذا إجابتك أنه غير مرضي. دكتور هادي، يعني ثروة حيوانية نحن نحتاج لها الآن في أسواقنا الداخلية وربما حتى لتقوية اقتصادنا خارجيا، ما الذي يمنع أن يكون الاهتمام بشكل أكبر من هذا الاهتمام الآن؟ المواطن ما زال ينتظر الأدوية حتى تأتي لأيام، بعض المناطق الجبلية لا توجد فيها عيادات بيطرية، أيضا الدعم الحيواني ربما لا يكون كافي، ليست هناك خطة واضحة لتسويق اللحوم سواء كانت الأبقار أو غيرها من الحيوانات اللاحمة هذه في أسواقنا الداخلية. بالنسبة نمشي نقطة نقطة الكلام أخ بدر، بالنسبة لموضوع توفر الأدوية، الشكوى اللي كانت في البث المباشر، أتوقع أنا أيضا حضرت مقابلة في البث المباشر بخصوص الموضوع وجاوبت على الموضوع هذا. نعم. إحنا خلال السنة ونص أو السنتين اللي فاتوا اشترينا أدوية بيطرية ب2 مليون ريال عماني، لك أن تتخيل. إحنا سابقا كنا نشتري في السنة ب250 ألف ريال عماني فقط، الآن خلال سنتين ما يقارب أقل أعلى شو أقل شوية أكثر شوية 2 مليون ريال عماني. فأريد أفهم كيف ما في أدوية متوفرة، واحدة. اثنين، الإخوان اللي يراجعون العيادة بعض الأحيان ما يعطوهم الدكتور، ما يعطيهم دواء، مش إنه ما موجود، بس على اعتبار إنه ما يكون فيه سوء استخدام أيضا الأدوية. نعم. فالناس تفسرها إن ما في أدوية. ثلاثة، إذا في دواء معين واحد فقط ما موجود، فالناس تتكلم أو الأخ اللي موجود في العيادة يتكلم إن الوزارة ما فيها أدوية. هذا التعميم، هذا التعميم يخلي الناس تعتقد فعلا ان الوزاره ما فيها اليوم، معنى ذكر لك ان احنا اشترينا في خلال السنتين الماضيين ما يقارب 2 مليون ريال ادويه، واحد. نعم. بالنسبه لتوفر الاطباء، هذا طبيعي جدا، الاطباء موجودين في العيادات ومكانهم، حتى وان كانت عيادات في المنطقه الجبليه اتوقع المسافه ما تزيد من المديريه او المستشفى اللي يتكلم عنه عن هذه العيادات حوالي 15 ل 20 ل 25 كيلو في بعض الاحيان. فالعيادات في المنطقة الجبلية والجبل لافف، فمتوزع على الجبل وسهل وسهل الوصول لها يعني. نعم. الطبيب أيضا ممكن يتحرك مع الأخ إلى موقع الإصابة بالمرض، ما شرط إنه يجيب الحيوانات عنده في العيادة. طيب. هذا ما حددت أوضح لك إياه. طيب، وماذا عن استراتيجيتنا الوطنية للثروة الحيوانية؟ الحين الاستراتيجية فقط ما متعلقة بالثروة الحيوانية، في هناك خطط كبيرة من الحكومة التسويق المنتجات الحيوانية والزراعية. بالنسبة للمنتجات الحيوانية الآن الحكومة تسعى إلى إقامة شركات خاصة بالدواجن، إنتاج لحوم الدواجن والبيض، شركات إنتاج لحوم الحمراء، وشركات لإنتاج الألبان، وكلها في الإجراءات الآلية حاليا. طبعا يمكن تأخذ قليل بعض الوقت لكنها في الإجراءات. أنا أقول يا رب، لأن سوقنا محتاج شركات وجار العمل على تفعيلها إن شاء الله. نحتاجها بقوة هذه، لأنه حتى الآن على المستوى العالمي هناك ما حد بيعطيك شيء الحين، يعني كثير تراجع. الحكومة الآن تسعى إلى إقامة شركة مزن لحظات أحمد، شركة النماء للدواجن وشركة مزن، كل هذه راح تكون مشاريع تخصص الثروة الحيوانية إن شاء الله خلال الفترة البسيطة القادمة إن شاء الله. أحمد تفضل باختصار، الله يبارك فيك. ان شاء الله الاخ بدر، والله نحن في محافظه ظفار اعتقد ان 30% الان من مربي الثروه الحيوانيه معتمدين على هذه الثروه، وليس معتمدين على شركات ولا على اي رواتب حكوميه، الا كانت اذا كان هناك ضمان اجتماعي راتب 80 ريال. نعم. في محافظه ظفار او 40% اقول لك في هذا الكلام. نحن الان معتمدين في فئات معتمده على الثروه الحيوانيه، فاتمنى من وزاره الزراعه ان تهتم بالثروه الحيوانيه سواء في محافظه ظفار او في شتى محافظات السلطنه. نعم. لان الثروه الحيوانيه شيء ايضا
الكل مركز على ثروة حمص سواء من لحومها أو من لبانها أو من سمادة أو أي شيء، نحن معتمدين على هذا الشيء. صحيح. فنتمنى من وزارة الزراعة أن تدعم وزارة هذه الثروة بشيء أو تدعمها أيضا بشيء من الأشكال، سواء أقل معدل عيادات بيطرية أو فحص دوري لهذه الثروة، حتى ايضا المواطن وايضا المقيم في السلطنه يصبح بصحه تماما في السلطنة. هو الدكتور كان واضح في اجابته بانه العيادات موجوده والدعم موجود، لكن قد يكون هناك بعض جوانب النقص، وبالتالي هم ايضا الان اذا كانوا بيعتمدوا استراتيجيه جديده مؤكد انها راح ترفع من مستوى الاهتمام بالثروه الحيوانيه. خلونا في موضوعنا الان نتفق اتفاق نهائي حتى نعرف طبيعه هذه الامراض التي ذكرتها بانها موجوده. هل بالامكان التواصل معك اخي أحمد لمعرفة هذه الأماكن؟ نعم أنا موجود، رقم تلفوني موجود عندكم، إذا بغيتوا رقم تلفوني أنا موجود معكم، إذا حد بيروح معي أنا إن شاء الله موجود وراحين نرسله للمهندس الصباح، إذا بغوا الصباح أنا بروح معه موجود وراح نرسله، تلفوني أنا جاهز معه، راح نرسله للمهندس عفوا للدكتور هادي بن محسن اللواتي. دكتور أيوة راح نرسل لك طبعا أرسل الرقم وراح نتواصل مع المختصين وإن شاء الله راح يطلعوا معه نشوف الأماكن اللي يتكلم عنها، ونتمنى ان تكون الحالات اللي تتكلم عنها هذا هو الاجمل عدوى او مرض كبير لا صراحة. هذا هو الاجمل، وسنتواصل معك اخي احمد المعشني بعد اسبوع من الان او اسبوعين حتى من الان لمعرفه ما الذي حدث بعد هذه المقابله. كل الشكر والتقدير للدكتور هادي بن محسن اللواتي مدير دائره الصحه الحيوانيه بوزاره الزراعه والثروه السمكيه، شكرا جزيلا يا دكتور. شكرا جزيلا، ونتمنى نشوفه على خير إن شاء الله. شكرا أيضا للمواطن أحمد المعشني الذي اتصل بالبرنامج من صلالة، شكرا جزيلا أخي أحمد. شكرا لك بدر، وإذا بغيت رقم التلفون حاولنا موجود إن شاء الله موجود رقمك، وأيضا راح نسلمه للدكتور. شكرا جزيلا لكما، وما زال لدينا ردود أخرى بعد قليل. عمانيون حيث نكون داخلنا عمان هوى، وأين نعيش أو نحيا عمان لنا تراب سماء. عمانيون حيث منكم أقرب. البث المباشر منكم أقرب. معكم على الهواء البث المباشر، وقبل ما ننتقل لقضية أخرى طرحها أحد المتصلين وصلتني رسالة مع صورة، الصورة لمبنى من دورين قيد الإنشاء لكنه قاطع شوط كبير، وتقول رسالة: حرمة من ميحة بني كيوم ولدها باني بيت بدون ملكية، والبلدية تريد تقشعه، مكلفنه مع 60,000، طلب النجدة من أصحاب أهل الكفاية يبلغوا بلدية الخابورة بالتوقف عن قرارهم بالهدم. يعني هذه القضية إذا الأخوان في بلدية الخابورة يتابعونا، يعني بدون ملكية يبني بيت أيضا هذه مشكلة حقيقية، لكن الآن الهدم كيف يمكن أن يكون؟ يهدم بيت قائم، أليست هناك بدائل؟ نتمنى من الأخوة في بلدية الخابورة أن تكون لديهم بدائل لهذا الموضوع، مسألة الهدم على أسرة أيضا مكلفة 60,000
صحيح خطأ يتحمل المواطن، لكن ما دام إذا كانت هناك بدائل فلتكن هذه البدائل حاضرة. نعود إلى موضوع مكالمة سابقة للأخ سعيد بن سالم الهنائي يطالب فيه بسد في ولاية بهلة منذ 8 سنوات بالأخص في بسيا، ويصب فيها واديين، وادي بهلة ووادي سيفة. المهندس محمود بن محمد العزري مدير دائرة السدود في وزارة البلديات الأقليمية وموارد المياه. مهندس مساء الخير ومرحبا بك. أسعد الله مساءك أخي العزيز بدر، كيف حالكم؟ طيبين الحمد لله. مرحبا، سعيدين بوجودك معنا. أهلا أسعد، بارك الله فيك. أعطيني تفاصيل الرد حول هذا الموضوع بالنسبة لهذا السد اللي يطالبوا فيه الأهالي من 8 سنوات. مكالمة عندك خالد ولا موجودة؟ خلنا نسمعها مهندس أحسن. جميل نسمع. نحن نطالب صار 8 سنوات يا شيخ، نطالب 8 سنوات بعمل سد حل ولاية بهلة، سدود حقيقة ولاية بهلة وبالأخص بسيا وادي قريات، هذه المناطق إنها أرض جفاف جدا، وبعدين الأرض يعني في كما تقول نوع من المحل الشديد. نعم. وتكلمنا مع الوزير عدة مرات، قابلنا الوزير الأخ أحمد شحي، معالي الشيخ أحمد شحي. نعم. عدة مرات حقيقة. وسوى رسالة إلى معالي درويش بخصوص عمل سدود، وطلب 6 سدود، من 6 سدود حلوة أرينا حتى واحد لنا الحين. والحقيقة إنها مثل السد يا أخي يخدم أكبر شريحة من المجتمع، كثير جدا قرى هناك أبشارات ميدان برا جفاف، لكن معنى الكلمة عبد الله يعني سعيد. لو كان في سد مرة أو مرتين، لو كان في سد كان بيحافظ على الجو نسب المياه. ما نختلف على أهمية السدود. كثير جدا حقيقة بأمانة، طالبنا مرارا وتكرارا وصرنا له من الحين من 8 سنوات، هذه 8 سنوات مجرد تقدير، يمكن ما حصل 12 سنة. والمخاطبات موجودة في مكتب معالي، ومن يوم كان الرواس وحاول. طيب. يا أخي ما أعرف ليش. طيب. ليش يعني هذا التأخير؟ زي قلنا نسوي سد على الأقل مبسط، ونحن مستعدين حتى نساهم أبناء المنطقة، نساهم مبسط، لكن لا تم تتولى البلدية. طيب يعني هذا جانب من المكالمة، ويمكن الآن الأمطار الأخيرة كل هذه الوديان نزلت على فترات طوال الصيف، الحمد لله رب العالمين والشكر، وما زالت حتى الآن، وذيك الوديان كلها تروح لوين؟ البث المباشر منكم أقرب. نعود إذن لإكمال المحادثة مع مدير دائرة السدود بوزارة البلديات الأقليمية وموارد المياه. وقبل ما أعطي المهندس الفرصة للحديث، الرسالة اللي قرأتها أنا عن هدم المنزل في ميحة بني كيوم في ولاية الخابورة، جاتنا رسالة الآن تقول بأنه تم تأجيل عملية الهدم حتى يصل إلى حل بين البلدية وبين الملاك، وهذا شيء جميل، نتمنى إن شاء الله أن هذا الخبر يكون صحيح وسليم. تفضل المهندس، قطعنا عليك هذه الساعة، الآن نعطي الحديث عن إنشاء سدود في ولاية بهلة في بسيا ووادي قريات، تفضل. شاكر لكم مرة أخرى، شاكر الأخ سعيد على طرح الموضوع. حب أن أفيد وأؤكد على دور الوزارة في كل الاهتمام فيما يتعلق بدراسات وتنفيذ السدود، سواء في محافظة الداخلية أو في غيرها من محافظات السلطنة، وكذلك ولاية بهلة. طبعا كالمعتاد أخي بدر، ترد الوزارة عديد من الطلبات فيما يتعلق بإنشاء السدود للتغذية الجوفية وكذلك التخزين السطحي على أودية بهلة. في بداية الأمر، ولعل الأخ سعيد على علم بذلك، تم عمل دراسات استطلاعية للولاية، وهي طبعا الولاية منطقة بسيا بالأخص تتجمع فيها عدة أودية، وبهلة أيضا فيها عديد من الأودية، وبالتالي تم دراسة كل هذه الأودية وحول إمكانية تنفيذ عدد من السدود. والسدود طبعا لها خصوصية معينة، ليست تقديم خدمة فقط لجهة معينة أو لقرية معينة، وإنما هي تكمن فيما يتعلق باستراتيجية تقوم بها الوزارة. طيب. على خصوص كامل الولاية. طبعا درست المنطقة، وكان من ضمن نتائج الدراسة على أن يكون هنالك أحد السدود تخدم المناطق بما فيما يتعلق بحوض العميري أو وادي العميري المتجه إلى بسيا، في حوالي يبلغ 500,000 المستجمع متر مكعب المستجمع المائي ماله. طيب. وبأطوال معينة ومواصفات فنية ممكن يطلعه عليها. طبعا لعله أسرد فيما يتعلق بالإمكانيات المالية،
وفق الخطط طبعا يتم تنفيذ هذه السدود على مراحل خطة خمسية نسميها احنا خطة الثامنة وبعد تدري بعد ذلك خطة التاسعة. طبعا كان نصيب فيما يتعلق بولاية بهلة على وادي بهلة وهو وادي بهلة الرئيسي من ضمن احد الافرع على منطقة كيد التي تم حاليا اعداد هذه الدراسة وتنفيذ التصميم النهائي لاحد هذه السدود على امل التنفيذ في قريب. طبعا هي قريب محددة يا مهندس ام غير محددة؟ والله خلال الخطة القادمة ان شاء الله. لا الخطة القادمة من متى تبدا وتنتهي متى؟ الخطة القادمة من تبدا من 2016 اخي العزيز بدر الى نهاية 2020 طبعا. طبعا هذه الخطة احنا نسميها الخطة المالية على حسب التوزيع وانتم على علم بذلك كونكم ايضا وزارة. وبالتالي يعني حاليا قريبا لا يعني لا يوجد اي اعتمادات، ننتظر الخطة المالية القادمة فيما يتعلق بتنفيذ السد، لأنه كما ذكرت لك سابقا أخي بدر يعني السد ليس مجرد كما أشار إليه أنه ممكن أن نتقدم بمبلغ أو أن ننفذ السد بنفسنا، لكن المشكلة هذه السدود أن تدخل فيها دراسات أيضا عدم الإضرار بالمناطق السفلية الواقعة أيضا في الأحداث السفلية لهذه السدود. نعم. يعني مناطق أخرى تقع أسفل، مثلا لو نذكر من باب المثال فقط ولاية أدم تقع طبعا أسفل أودية بهلة حتى لا يتم الضرر في الأماكن الأخرى. طيب هذه طبعا من ضمن الدراسات حب أوضحها ولكن لا أثيرها على أساس أنه لكن ضمن الأمور نأخذها في الاعتبار أثناء الدراسة. فاهم عليك. بالتالي يتحكم فيه حجمه ومقدار سعته ومقدار تنفيذه وأيضا الحالة الإنشائية اللي يتكون منها. يعني الآن إحنا ما نطلع بشيء في هذه المكالمة على اعتبار أنه راح ينفذ شيء إلا من خلال الخطة المالية القادمة التي تبدأ من 2016 حتى 2020. نعم. 21. طلعنا بشيء طبعاً. نقول أن طلعنا بشيء الأخ بدر. بيش طلعنا؟ طلعنا بتأكيدنا لتنفيذ مثل هذه المشاريع. لأن إحنا ننظر أيضاً في أحيانا أحداث تغييرات مناخية تؤثر على موازنة الوزارة، وانت على اطلاع بالتغيرات المناخية في ساحة الحيان في محافظة مسقط في غير المحافظات تطلب. لا بس يعني شوف مثل ما كان بالأمس مدير عام البلديات للمحافظة يقول بأننا نحن لا تتوافر لدينا الاعتمادات المالية الكافية حتى نقوم بهذه المشاريع، نحن لدينا أفكار ولكن الاعتمادات المالية غير كافية. هذا ما يبدو من حديثك الآن أيضا. نعم أكيد احنا نطمح أن تنفيذ العديد من السلوك في كل محافظات السلطنة أكيد، لكن أهمية أنت كمهندس ومختص، أليست هناك أهمية لمياه تذهب هدرا؟ يعني الأمطار اليوم من بداية الصيف إلى وقتك الحالي ربما حتى نحن على الهواء الآن هناك أمطار في تلك المناطق. نعم. هذه المياه تذهب هدرا، إلى متى ستذهب هدرا هذه المياه؟ أكيد أنا أؤكد على أهمية السدود ووضعها وتنفيذها، ولكن على ولا دراية أيضا ما ممكن تنفيذ كل المشاريع في لحظة واحدة. ما لحظة واحدة لكن ما لحظة واحدة يعني مهما يكون. نعم. ما لحظة واحدة لكن انتم عندكم الآن بعض المناطق يوم ما كان الجفاف تأثرت بشكل كبير. نعم. إذا حرام. نعم. هذه المياه اللي هي الآن الأودية اللي في فترة الخصب تذهب إلى. نعم. الصحاري أو إلى الصحاري هناك تروح. نعم. تروح بحر. نعم. فمثل هذا هو أكيد هذه هي دور وأهمية السدود، حجز هذه المياه لاستفادة منها المناطق المغذية للأفلاق ومغذية للآفاق وأيضا تأمين المستقبل بالنسبة لهذه المياه. والله نتمنى أن يكون هناك موازنات أكبر بالنسبة للسدود أو حتى أيضا إقامة بعض المشاريع الاستثمارية التي تذهب عوائدها لهذه السدود. كل التقدير لك. صوتنا لصوتك أخ بدر فيما يتعلق بتوفير الاعتمادات المالية مع ما يكون، ولكن طبعا كل حسب توزيعه حسب مقاله وانت ادري ما يمشي هذا الموضوع. طيب المهندس محمود. طيب. بن محمد العزري مدير دائرة السدود بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم اخي بدر. أحسن. شكرا جزيلا. طبعا ما زال عندنا بعض الاتصالات من الوقت يسعفنا أيضا أن احنا ناخذ بعض المكالمات بالنسبة لحلقة اليوم. نفس المشكلة اللي ظهرت يوم أمس حول الاعتمادات المالية بالنسبة لبعض مشاريع وزارة البلديات. السدود صحيح السدود يعني كما قال المهندس مهمة، لكن أهميتها في إيش؟ أهميتها في أنها تكون موجودة وتؤمن المستقبل المائي للمنطقة.
اليوم لو السدود موجودة وخزنت هذه الكميات من المياه بدل ما تذهب للصحراء، حتى لو صارت فترة قحط خلال السنوات القادمة، ما راح يكون تأثيرها مثل ما السدود غير موجودة. راح يكون على الأقل في شيء من المياه باقية في أعماق الأرض. أتمنى يكون هناك نظرة أوسع حول هذا الموضوع. والنقطة اللي ذكرتها اللي هي ممكن إقامة بعض الشركات الاستثمارية أو المشاريع الاستثمارية حسب ما ترى الوزارة أو الحكومة، يكون عائدها مثلا للسدود، عائدها للصرف الصحي، عائدها لخدمات البلدية، عائدها للتجميل، عائدها للحدائق اللي في الولايات والمحافظات. لماذا لا تكون مثل هذه المشاريع؟ ثم أين القطاع الخاص؟ القطاع الخاص عليه واجب كبير في أن يتقدم بمثل هذه المشاريع. لو حد تقدم بمشاريع من هذا النوع وتم رفضه أو تعقيد الأمور عليه، يتصل فينا على الهواء مباشرة ويتحدث عن محاولتي. احنا نتمنى يكون فاعلية القطاع الخاص أكبر بكثير مما هو عليه الآن. أصحاب رؤوس الأموال هذه دعوة للاستثمار داخل البلد، وبالتالي أيضا تكونوا معينين للمواطن وللحكومة في تنفيذ المشاريع. مدير بلدية بهلة الأخ الفاضل صالح بن حميد الحارثي. أخي صالح، أهلا وسهلا بك معنا في البرنامج. السلام عليكم. عليكم السلام أخي الكريم. كيف الحال؟ الحمد لله. يا أهلا وسهلا بك. الله يعطيك العافية. الحديث كان عن الإنارة من الأخ عبد الله العبري في ولاية بهلة، الشارع اللي خلف مركز شرطة بهلة بالتحديد، ويقول بأنه تقدموا برسالة للبلدية وعلق عليها المدير وطلب المراجعة بعد كم يوم، والله حاط لي أيام بس ما قدرت أقرأها لك. خلينا نسمع المكالمة. نعم. موجودة عندنا، نسمع جزنا. تفضل. بس أحمد، الموضوع بخصوص إنارة. نعم. صار لنا في إنارة في ولاية بهلة، زين، عن طريق البلدية. وين بالضبط؟ اللي هو الشارع خلف مركز شرطة بهلة. طيب. مؤدي إلى مدرسة الشيخ الشامي خوت. طيب. هذا الشارع صراحة مظلم أخ بدر. طيب إن شاء الله. وشارع حيوي. إن شاء الله. والرياضة كل حاجة. طيب أخي الكريم، فتقدمت أنا إلى البلدية وطلبوا علي رسالة، فسويت رسالة إلى الموظف المختص وجزاه الله خير ما قصر، علق أخذ الرسالة وقدمها إلى المدير. المدير علق عليها. طيب. فقال رجع لي بعد ثلاث أيام، رجعت بعد ثلاث أيام فقال لي إن رسالة أنا يكون رسالة أرسلناها إلى مديرية من ندوة. زين. فهذا الموضوع من 16/2 لا بدأ تاريخ 16/2 إلى اليوم. طيب إن شاء الله. طيب عبد الله. طيب، إذا طبعا لما يقول تاريخ 16/2/2015 يتبادر للذهن إنه والله أنت بدري، لسه ما زلت هناك ربما بعض الطلبات متأخرة أكثر لسنوات ولم تتم. حتى كان عندنا شاهد على ذلك في برنامجنا، لن نذهب بعيدا. طيب الأخ صالح، الآن الموضوع عندك، ما هي الخلفيات هذا الموضوع وما هو مستقبل هذا الموضوع؟ شاكر لك أول بداية على تواصلكم والأخ المواطن على طرح هذا الموضوع. حقيقة أنا وقفت على موقع المشروع المطلوب إنارته، تقريبا هما يتجاوز 800 متر. حقيقة هو تم في رفع دراسة. نعم. وحول إلى المديرية لدائرة الشؤون الفنية، ونتأمل إن شاء الله، أوعد المواطن إن شاء الله في بداية السنة القادمة إن شاء الله هذا المشروع إن شاء الله راح يتنفذ إن شاء الله بإذن الله. إذن هناك كنا الفكرة نعمل في هذه الفترة ليكون هناك الفكرة، بغينا نعمل مشروع ممشى صحي. نعم. جنب هذه الإنارة وهذا الطريق. والآن هو قيد الدراسة، وفي بعض العقبات مع الأهالي، تخوفهم هاجسهم من أن بعض يمكن الشباب يستغلوا هذا الطريق أو الممشى الصحي في الجلوس مضايقة أصحاب المنازل. نعم. إذا ما توفقنا في هذه الحلول بالنسبة للممشى الصحي إن شاء الله، بالنسبة لمشروع الإنارة إن شاء الله راح يتم إن شاء الله لبداية السنة القادمة إن شاء الله. والله شوف، الأهالي اللي يسمعونا الآن ويتابعونا من هذه المنطقة، يعني إنشاء ممشى صحي بالنسبة لكم أهم بكثير من المضايقات اللي يمكن تحصل. المضايقات أيضا لها قوانينها يا ناس، لها أيضا من هم يسهرون على هذا الوطن وبالإمكان أنهم يحدوا منه. فما نمنع مثل مشروع صحي زي هذا على اعتبار انه والله راح يضايقونا او راح يسوبنا او راح لا، هذه الامور خلوها لبعدين. لا حقيقة هو في جهود اخي، في جهود من لجنة الشؤون البلدية ان شاء الله، يتواصلوا مع الاهالي، يتواصلوا مع المجتمع اللي موجود قريب من هذا المشروع، وان شاء الله عفوا ان شاء الله نتوفق فيه ان شاء الله كلجنة الشؤون البلدية على راس مساعدة الوالي، ان شاء الله يكون نصل الى حل
لهذه الإشكالية إذا ما تيسرت الأمور في هذا الموقع، في موقع قريب إن شاء الله. لكن الإنارة بتكون موجودة. الإنارة إن شاء الله موجودة إن شاء الله بإذن الله على بداية السنة. وفي دراسة رفعت سابقا قبل الطلب اللي تقدم فيه المواطن حال الطرق اللي موجودة في ولاية بهلة. تعرف طيب. ولاية بهلة ولاية كبيرة ولاية شاسعة، يعني كثر الطرق اللي فيها تجاوز يمكن 600 كيلو. طيب. والحملة الوزارة في هذه السنة يعني كان لها جهود كثيرة في الإنارة، يعني ما يقارب 285 عمود إنارة في إلى الآن، يعني من بداية السنة 2015. ممتاز. فالرقم يعني كبير، لكن مع حجم الولاية ومساحة الولاية هذا الرقم ما يظهر يعني. بعنى. يعني في كذا، وأيضا إحنا في هذه الفترة الحالية ركزنا إن إحنا نربط القرى بالشارع الرئيسي إنارة هذه الطرق، لكونها هي حيوية أكثر، كونها هي أيضا تستغل بشكل أكثر لمداخل القرى. طيب. بالنسبة للي موجودة في الأحياء السكنية نحن نقول أنها مهمة كثير أيضا، لكن تعرف أنها ممكن إنارتها من البيوت وكذا تكون لها يعني أهمية أقل شوية، اللي هي من الطرق اللي نحن نربطها بالشارع الرئيسي تربط بقرى على حوالي 15 كيلو. هناك أولويات طبيعية يعني. أكيد بهذا. كل شكر والتقدير لمدير بلدية بهلة الفاضل صالح بن حميد الحارثي على هذا الرد بالنسبة لمكالمة الأخ عبد الله العبري بتاريخ 8/10/2015. شكرا جزيلا لك. شكرا. موضوع أيضا مهم آخر راح نشوف الرد عليه بعد قليل، وهو أحد المتصلين من ولاية رستاق الأخ محسن التوبي تحدث عن أن انتقال سوق الأسماك من وزارة البلديات إلى وزارة الزراعة والثروة السمكية ترك السوق بلا طبيب بيطري وبلا رعاية بيطرية لمدة عام تقريبا كما ورد في المكالمة. راح نستمع حتى إلى جانب من المكالمة وأيضا نستمع إلى الرد حول هذا الموضوع. الرد حول إذن موضوع الأخ محسن التوبي. معنا من هناك الأخ سالم بن عبد الله الراسبي مدير عام التسويق بوزارة الزراعة والثروة السمكية. أخي سالم أهلا وسهلا بك معنا. يا أهلا وسهلا، حياك الله فيك. يا أهلا وسهلا. الحمد لله. خلنا نسمع الجزء من المكالمة ثم بعد ذلك نعود للتعليق عليها إن شاء الله. مناشدة لسوق الأسماك بولاية رستاق بمحافظة جنوب الباطنة. تفضل. بالنسبة لهذا السوق مع أنا أتفاعل، أترك التفاعل من قبل البرنامج. نعم. بمن يقول تنظيم عملية تفتيش الرقابة على الأسماك. إنه استلمت وزارة الزراعة السوق. نعم. كان سابقا تشرف عليه وزارة البلديات وكان موفرين بيطريين لتفتيش الأسماك. طيب. صلاحية الأسماك بعد استلام وزارة الزراعة اختفى هذا الفريق. يعني لا يوجد أي فريق الآن؟ لا يوجد لا أي فريق، واللي يثبت أنه أي من الوزارتين تقول لمني يعني المواطن إلى أي يلقى يعني كيف تم نقل الاختصاص بالمراقبة ولم يتم الاتفاق على الاحتياجات التي يحتاجها السوق؟ نعم، خاصة البيطري، خاصة تفتيش الأسماك، صلاحية الأسماك، لأن أنا ما ممكن ألتقي بأحد الموظفين الزراعة فيقول أنا ما من اختصاصي، بس أنا علي أوصل إلى السوق أو أجي إلى السوق لمراقبة أسعار الأسماك من قبل موظف من وزارة الزراعة. وما زلت أقولها، ما ممكن يعني سنة أو كم وما في رقابة صحية على الأسماك. خلونا ناخذ العلوم والأخبار من الأخ سالم الراسبي مدير عام التسويق بوزارة الزراعة والثروة السمكية. نورنا، الله ينور عليك. يعني موضوع زي هذا بأمانة أنا كنت محتدم فيه، ما قادر أصدق أنه ممكن يصير. تفضل يا أخي سالم. حياك الله أخي. أخي أول شيء أشكر المواطن على الاهتمام ومتابعة هذا الجانب. طبعا أكيد كلفت وزارة الزراعة والثروة السمكية بإدارة أسواق الأسماك على مستوى السلطنة وبذلت جهود في هذا الجانب بخصوص الرقابة الصحية. طبعا اللي هو أكد فيها الآن ممكن تعيين طبيب بيطري، فعلا إلى الآن الوزارة على مستوى السلطنة لم تقم بتعيين أطباء بيطريين، لكن طبعا في جهود الآن في إجراءات تم حول هذا الموضوع، بس كذلك لم تترك الأسواق بدون متابعة وبدون مراقبة. بالنسبة لسوق الرستاق أخي الكريم، أولا يوجد هناك مراقب تم تعيينه وتم تأسيس مكتب هناك إدارة وتم تركيب وحدة تصنيع ثلج، وهناك خدمات وفرت للسوق.
بالنسبة للرقابة طبعا هذا المراقب ربما ما يكون هو بدرجة طبيب بيطري، ولكنه تم تأهيله وتم إعطاء دورات تدريبية سابقا، هو ما يستطيع أن يطبق الإجراءات بحكم أنه لا يوجد تشريع. الآن صدرت اللائحة التنظيمية للأسواق السمكية وبدأت الإجراءات في هذا الجانب وبدأ التطبيق. أخي الكريم، يعني خلال عام 2015 تم إتلاف 822 كيلو من الأسماك في سوق الرساق خلال الفترة الماضية. ربما المراقب هو واحد ربما كذلك يعني ما يكفي بسبب عدم وجود الطبيب المطري، لكن طبعا قائم هو بجزء من العمل، والجزء الآخر طبعا كذلك في زيارات دورية من قبل الطبيب البيطري في سوق الجملة المركزي، وكذلك من قبل الإخوة من مركز ضبط الجودة، ويتم متابعة موقع السوق. والدليل على ذلك مثل ما وضحت لك خلال عام 2015 خلال هذه الفترة تم إتلاف 822 كيلو على من الأسماك في سوق الرستاق. طيب الأخ محسن التوبي صاحب المكالمة موجود معنا، أنا ما راح أعلق لكن أسألك سؤال واحد فقط، هل يقنعك هذا الكلام هذا الرد كمواطن؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ بدر، أشكركم على هذا البرنامج وعلى اهتمامكم صراحة بالمواطن، وهذا يفوق في المصلحة العامة طبعا. بخصوص أنه أنا أسأل ضيفك الكريم يؤكد لي، هل في بيطري قايم بدور بتفتيش الأسماك؟ لا هو قال ما موجود، قال ما موجود، هو رد الآن وقال غير موجود البيطري، لكن لدينا موظف يقوم بهذا العمل وهو مؤهل لهذا الموضوع. هل هذا مقنع بالنسبة لك؟ لا أنا كمواطن ما مقنع، لأن التقيت مع هذا المواطن هو من وزارة الزراعة وقال لي أنا دوري لضبط الأسعار، وليس أقدر أقول لمواطن جايب أسماك وأقول له والله هذا الأسماك يعني لا صالحة، لأنه أنا ما من صلاحيتي يعني. إذن كيف أتلفوا كل هذا العدد اللي ذكره المهندس أو المدير عام التسويق قبل قليل إذا كان هو ما من صلاحياته؟ لا هذا كلامه، أنا التقيت عنده ومسؤول عن ذا الكلام مع ذا الأخ الموجود. يعني لا يبدو الأخ سالم أن هذا التبرير مقنع أيضا، كيف ممكن أن تؤهل لمدة عام كامل موظف فقط وتترك الأمور البيطرية؟ يعني لا يمكن أن تتركوا هذا الموضوع، هذه الأسواق بدون طبيب بيطري، أنتم تخاطرون بحياة الناس عفوا في هذا الكلام. أخي الكريم، أنا أشابرك الرأي على أنه لا بد وجود أطباء بيطريين، ومثل ما وضحت لك الآن الوزارة هي جاهدة عملية تعيين متخصصين في الأسواق. سنة يا أخي سالم، سنة يعني والله سنة هذه كثيرة جدا 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 بأسواق بدون طبيب بيطري. لا أخبر، أنا داخلك في هذا الموضوع، اسمح لي. تفضل نسمعك. تفضل أخي. أولا أنه وزارة الزراعة لما استلمت سوق الأسماك يفترض أن تؤهل الطبيب أو أن تنقل خدمات الأطباء البيطريين اللي موجودين في البلدية، أو يكون بينهم تنسيقهم والبلدية سابقا، لأن لا تستلم السوق بدون تأهيل كادر طبي، لأنه هذا قضية أسماك قضية مأكولات. وهي عفوا أخي محسن، يعني هي تراها اختصاص البلدية، اختصاص أيضا وزارة الزراعة، يهمنا الآن أن هناك من يقوم بهذا العمل. يعني هل هناك خلاف حقيقي بينكم كوزارة زراعة وبين وزارة البلديات حول هذا الموضوع؟ راح ضحيته الأسواق أخي سالم؟ أخي الكريم، احنا طبعا انتقلنا للقرار على أساس استلام هذه الأسواق على مستوى السلطنة، واتخذنا خطوات كثير في هذا الجانب، ولكن بخصوص الأطباء البيطريين مثل ما وضحت لك طبعا لأخوة البلديات، الأطباء البيطريين الموجودين معهم طبعا هم حجتهم على أساس أنه معهم من الأعمال ما يكفي، وبالتالي لا يستطيعوا تغطية الأسواق، والوزارة طلبت منهم هذا الجانب يعني. لكن أنا أريد أؤكد لك وفق الإمكانيات الموجودة حاليا معنا احنا ما تركنا هالأسواق إلى أن يتم تعيين المختصين في هذا الجانب، ولكن يعني ليست بالطريقة الاحترافية التي يجب أن تكون عليه هذا الأسواق. نعم أنا أوافقك هذا الرأي، وإحنا نعترض بهذا الأمر يعني على أن فعلا لا يعني لا يوجد أطباء بيطريين معينين على مستوى الأسواق السمكية، مش على سوق الرستاق، على مستوى السلطنة إلى الآن. لكن مثل ما أوضحت لك تم التنسيق مع الأخوة في البلديات، والأخوة في البلديات طبعا هم أوضحوا على أن معهم من الأعمال ما تكفي، وبالتالي لا يستطيعوا تغطية مواقع الأسواق، والوزارة مثل ما وضحت لك الآن عملت حلول وقتية إلى أن يتم التعيين في هذا الأمر يعني. الأخ بدر، الأخ محسن تفضل. الأخ بدر من فضلك، أنا أسأل ضيفك الكريم، البلدية ما كانت مغطية سابقا، ليش بالذات لما استلمت وزارة الزراعة
تخلت عن الإشراف للأسماك. ما هو قال لك بالرغم أن هي كانت تشرف على تفتيش الأسماك. قال لك الآن وزارة البلديات قال الآن الأخ سالم بأن وزارة البلديات قالت لدينا ما يكفي، يعني لن نستطيع أن نشارككم في أن يشرف هذا الطبيب البيطري على الأسماك، يعني حياتكم. إذن الأخ بدر، إذن ما في تنسيق بين وزارة الزراعة، يجب أن يعترف الضيف ليس لديهم تنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة البلديات، وفي النهاية أن المواطن يأكل أي شيء. يعترف ويعتذر إذا كان بالفعل هناك عدم تنسيق. الأخ سالم، أخي الكريم، أنا مثل ما أوضح لك إحنا تم التنسيق مع الإخوان، ومثل ما أوضح لك على أن الأسواق لم تترك، والدليل مثل ما أخذ لك إحنا أتلفنا 822 كيلو من بداية 2015 في سوق الأسماك في الرستاق، وفي زيارات ما تركناها الأسواق، يعني وفق الإمكانيات المتاحة معنا، وفق الجهود اللي معنا أقمنا، لكن إحنا قلنا لك الوزارة كذلك مستعدة في عملية التعيينات المختصين بالنسبه في الاسواق السمكيه، لكن الان لم نصل الى المرحله النهائيه، وبالتالي ولماذا استلمتم هذه الاسواق وانتم لم تصلوا بعد الى التجهيز الكامل؟ اخي الكريم، ترى هو عندما جانا احنا القرار باستلام هذه الاسواق، استلمنا هذه الاسواق، ويفترض مثل ما اوضح لك ممكن يكون احنا في ذهننا على ان الكوادر يفترض انها تتبع للوزاره، لكن طبعا الاخوه في البلديات كان لهم رأي آخر على أنهم يحتاجوا لمثل هذه الكوادر، وبالتالي على الوزارة أن تقوم بعملية تأهيل كوادر في هذا الجانب. أنت تفجر الآن قضية أخرى بأن القرار صدر بدون دراسة واعية تماما لمسألة أنه الأشياء الرئيسية يجب أن تكون متواجدة ولا مساس عليها. أنا وضحت لك يا أخي الكريم على أساس أن احنا طبعا في هذا الجانب سلمنا هذه الأسواق بهذه الوضعية بهذا الأمر، والناقص نحاول بقدر الإمكان نحن نكمل فيه، وسائلين على هذا الموضوع، لكن بشكل عام الأسواق ما تركناها، يعني أوجدنا حلول في هذه المرحلة إلى أن حلول وقتية حلول وقتية، وأنت تفضلت وقلتها، نعم، لكن إلى أن يتم تعيين الأطباء البيطريين. طيب هل هناك مدة معينة، يعني خلينا صبرنا على السنة ولا سنة ونص هذه، هل هناك مدة محددة الآن خلاص بتوفروا فيها الأطباء البيطريين؟ والله نامل إن شاء الله خلال المرحلة إن شاء الله يبين. والله نامل، هذه بعيدة، هذه نامل أحيانا تأخذ وقت. لا أخبر. نعم لأخ محسن، حبيت أداخل في هذا الموضوع. تفضل. أنا في حالة ارتيادي إلى هذا السوق وأحصل سمك فاسد، لمن ألقى يؤكد لي الضيف؟ لمن ألقى؟ تفضل الأخ سالم. أخي الكريم، أوضحت لك على أساس أنه موجود هناك الموظف المراقب الموجود، هو الآن فنيا مؤهل، واذا لم يستطيع هو طبعا ممكن ينسق مع الوزاره، وكذلك يتم التنسيق مع البلديه في هذا الجانب خلال هذه الفتره، يعني احنا نسقنا مع البلديه وقمنا باعدام كميه من الاسماك خلال المرحله الماضيه. طيب عفوا اخبره، ما عندنا وقت طويل احسن، تفضل. يعني انا النقطه الاخيره، تفضل. يعني هل انا انتظر الى يجيني الرد من الوزاره او من الجهه بأن أنا نازل أخذ أسماك هو شوف لقضاء حاجتي، وأجلس أنتظر 3 ساعات إلى ما يجي لي المفتش عشان يثبت لي أن السمك زين ولا ما زين؟ طيب أخ محسن، أنا أتمنى من الممثل لوزارة الزراعة والثروة السمكية الأخ سالم أن يعترف الآن بأن أمام بالفعل نواقص في هذه المسألة، وما كان ينبغي لوزارة الزراعة والثروة السمكية أن تستلم هذه الأسواق إلا وكل المحددات القانونية والرئيسية في استلام أسواق مثل هذه موجودة معهم. لم يقنعني أنه أستلم سوق وأنا طبيب بيطري اللي هو أساس هذا السوق، لم يتفق عليه أن يكون تابعاً لوزارة الزراعة أو تابعاً لوزارة البلديات. والله هذا لا أقدر، أنا أترك التعليق للبرنامج، وأنا رسالة ووصلت يعني. طيب شكراً جزيلاً لك أخي محسن. بارك الله فيك. شكراً جزيلاً. لا أدري هل لديك أخي سالم أي كلام آخر حول هذا الموضوع؟ حقيقة أنا وضحت الواقع الموجود. واقع غير مرضي حسب ما ذكر. الأمر يعني، وإن شاء الله نأمل إن خلال المرحلة الفترة القريبة إنه يتم التعيين بخصوص الأطباء البيطريين خلال المرحلة القادمة إن شاء الله.
لا أملك إلا أن أختتم هذه المكالمة مع غصة في القلب حقيقية، وأرجو أن لا أكون عاطفي أكثر من اللازم، لكن كيف تترك أسواق الأسماك بدون طبيب بيطري كل هذه المدة ولا يلوح شيء في القريب؟ حتى الآن ممثل وزارة الزراعة والثروة السمكية لا يعطيني حتى أيضا مدى قريب أو بعيد بالنسبة لتوافر الأطباء البيطريين، ثم كيف كوزارة البلديات تترك الأطباء البيطريين معها وإن كانت لديها طبعا التزامات، كيف تتركهم وتترك الأسواق بدون هؤلاء الأطباء؟ كل الشكر والتقدير أخي سالم بن عبد الله الراسبي مدير عام التسويق بوزارة الزراعة والثروة السمكية، شكرا جزيلا لك. شكرا أخي، شكرا. يا أهلا بك. يعني الوقت المتبقي نأخذ فيه مكالمات. الأخت مطلوبة الندابية، الأخت مطلوبة. السلام عليكم. السلام أختي الكريمة، كيف حالك أخي الطيب؟ الحمد لله أختي، تفضلي. الله يعطيك العافية والخير. الله يعافيك. جميعا جميعا تفضلي. بس أنا متصلة عشان زوجي الله يرحمه أبو أولادي يرحم. طالعت له أرض زراعية. نعم. ولحد الحين ما سيولنا شيء، وطالع اسمه في الجريدة 2009 شهر 4 نعم 14/7. متى متوفي هو الله يرحمه؟ متوفي صار له 4 سنين يمكن. طيب. لأنه طلع اسمه في الجريدة والجريدة موجودة عندي. لكن هل طيب؟ قالوا لكم يحق للورثة أنهم يستلموا، يعني تستمر المعاملة، ولا قال لكم وقف المعاملة بوفاته؟ لا ما موقفة. أنا آخر مرة رحت أراجعهم مغير الاسم عن اسم فهد، متكاتبين ورثة فهد. طيب حلو. ايوه. وايش المانع انه يصرفوها الان؟ هل تنتظروا دور معين ولا شيء؟ الحين انا كل ما اراجعهم مره يقولوا لي روح سمايل، مره يقولوا لي ملف روح سمايل، قالوا ناقلين الملف في مسقط. راجعت مسقط قالوا لي روح نزوه. ايش دخل نزوه؟ لاني تعبت فعلا تعبت. طيب. وانا ساكنه بيت ورثه عندي 9 اطفال، اولادي 2 متزوجين. المكان وين بالضبط؟ انت من وين بالضبط؟ الأرض اللي طالعت لنا المرحوم من سمايل في سمايل أرض زراعية. نعم. أيوة. طيب مكالمتك مسموعة، نتمنى يكون فيها رد إن شاء الله خلال الفترة القادمة إن شاء الله. أنا تشوفني أنا ساكنة بيت ورثة، على الأقل طلباتنا طلبات ما شيء ما حصلوا لا أولادي ولا أنا. طيب. قطعت أرض على الأقل أطمن على أولادي، أطمن على نفسي، ما شيء. البيت اللي ساكنت لنا بيت ورثة إن شاء الله أختي مطلوبة. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا لك، احسنت. وتعبت من كثر ما اراجع الوزارات ما سووا لي شيء. ما يهمك ان شاء الله، مكالمتك مسموعه واحنا بنتابعها ايضا. شكرا جزيلا لك. شكرا. الله خير اخي العزيز. الاخ هلال البوسعيدي. كيف حالك يا حبيبي؟ الحمد لله. كيف صحتك يا هلال؟ بخير الحمد لله. تفضل يا هلال. عندي مواضيع بالاسكان، عندي طلب تجاريه سكنيه من 2011 ولا الان ما حصلت. والله شوف جام قريب بعده. شوف اخي هلال والاخت مطلوبه والجميع الاخوه اللي اتصلوا فينا بخصوص الاخوه في وزاره الاسكان، وزاره الاسكان لما تواصلنا معهم قالوا لنا بالحرف الواحد انه هذه طلبات خاصه على المواطن انه هو يراجعنا. احنا كفريق برنامج قلنا يعني هذا الكلام نقوله حتى الان، فعلا احنا معكم في هذا الاجراء انه اي مواطن عنده موضوع خاص يروح يراجع وزاره الاسكان، لكن لو ما حصل شيء من وزاره الاسكان وفعلا يعني له الحق في ان يحصل على الدور مثلا وصل هو ما حصل اسمه موجود يرجع للبرنامج، بس نفس الدور نفس التاريخ وما استلمه ويرجع هو للبرنامج ما يستوي. فأنت من تاريخ 2011 راح بنت أنا فأنا رجعت حتى اليوم رجعت حيوان في الجريدة اليوم لما يجي رجع في الجريدة ما عارف زين بعده يعني 2011 ربما ما يكون طلعوا هذه الأسماء. عندي ورقة لما 2011 حتى ما هي موجودة إذا فيش رقم يعني المراجعة خذ منه رقم المراجعة وإحنا بدورنا راح نرسله لأخوه في وزارة الإسكان. طيب زين ثاني بعد بلدية بالسريع إذن أعطيني بلدية المغرب
يا بشبش هذا من شان الشوارع عندنا من يوم زمان جونو والآن ما مصلي ما يسلحن أبدا يوم يجي الوادي يخشعهم يسوي له تراب. وين المناطق بالضبط؟ بالضبط أي مناطق؟ منطقة نياب السمج الشان. هي نيابة كبيرة يعني وين بالضبط منها؟ هي أنا داخل يعني نياب السمج الشان داخل. كامل بالمركز. يعني كامل والآخرة نفس الشيء الشوارع. إن شاء الله. من الشارع الشرقي إلى الشارع الغربي. طيب. لكن كلهم يعني مش ما لما يجي الوادي يخشى عنه. ولا يهمك إن شاء الله. إن شاء الله يا هلا. إن شاء الله. وثانيا إذا نارة نفس الشيء دارانا تحت الخط ويوم نرجع طيب وين ما ندخل السيارة كم دين خلال ومشوا الله يا شعر من أول. طيب إن شاء الله هلال، هذه كلها المكالمات إن شاء الله نوجهها للجهات المعنية. شكرا جزيلا لك. معي حاليا مرحبا الأخ زعل بالنخرة الوهيبي. أخي زعل، كيف حالك؟ الحمد لله أخي، كيفك أنت؟ عساك طيب. بخير الحمد لله، تفضل عزيزي. حياك شعلوم، أخبار معك؟ ماشي للخير الحمد لله. من جانبك؟ جاساك الحمد لله ماشي. تفضل. على أساس أنه الوقت ماشي معنا، أنا عندي سؤالين باختصار. يعني أنا دائل لوزارة التربية والتعليم نعم لعدم التوظيف الخريجين والخريجات اللي هم موجودين في وزارة المخرجين 2009 2010 2011 2012 نعم تعيينات يستوردون ويأخذوا مدرسين من مناطق من الخارج من طيب من الخارج. طيب النداء الثاني لوزارة الإسكان نعم عندنا طال عمرك مزرعة في البيت قائمة على حد الآن صح ما فيها ملك نسقيها عن طريق عن طول ورثة نطيل ورثة نسقي يعني كلها فيها ورثة هي لحد منها لزوجة أخوي ونسقيها منها أقول يا وزارة الإسكان يا تلقينا قبل القانون الجديد يعني وزارتي الكلام في 2011 2013 وين أي مكان؟ ها؟ وين أي مكان هي؟ في أي مكان؟ مزرعة ولاية بدية منطقة القبرة. طيب ولاية بدية منطقة القبرة. زين وقفوا عليها إيش صار؟ وقفوا عليه ورفعناها اللجنة رفعوها اللجنة إلى وزارة الإسكان. طيب. وزارة الإسكان يعمل معاي الوزير رفض عدة مرات رفض. يا جماعة ليش حنتكلم عن رفض أو تأمر بلدية كان يعني في القانون الجديد رفض. حنا الحين نتكلم عن مرسوم صاحب الدلالة اللي عن النخلة وين راح القانون وين راح المرسوم السلطان. لا بإيش أسباب النخل؟ إيش أسباب الرفض؟ نخل في ثمرة وين هي اللي نجلعه نخل ما الناس تأكل منه. في اكثر من 10 من 15 نخله 20 نخله فيه وفي عاجت وفي حشيش وفي جميع قديمه صار لها فتره طويله. ها قديمه؟ يا اقول لك قديمه للمزرعه يعني لا يكون حديثه. نعم انا قديم والكلام كذا حتى ارسل لك الصور عندي وارسل لك اياها يوم نتناقش بيناقش حد من المهندسين يكون يلقوها معك. ترى انا ايش اسوي؟ انا وظيفتي ان انا احولها للاخوه في وزاره الاسكان. خير عارفك لكن البايه مكون حد متناقش عندك تليفون داخل التليفون تخلي تناقش عندي من مهندس وزاري ولا مدير عام ولا مدير اللجنه المحليه في الوزاره. طيب ان شاء الله خزان. بس هذه ابغى اشوف ما هي بلديه من متعاملين الوزاره يا اخي احمد كلم العلايم من حقهم يزيلوا العلايم ويزيلوا الاشياء الحديثه ما يزيلوا اشياء قديمه. طيب ان شاء الله. ايوه القانون متعرض عن القانون فوق العين والراس. كلام جميل. اشكرك على اساس الوقت. كلام جميل اقول اللي تقوله انه دائما القانون هو اللي يسود ما في مجال. طيب. حتى لو حد يتكلم عن القانون ما يوصل مكان. صحيح. لكن القانون فوق راس الجميع. صادق. شكرا زعل. شكرا لك. طبعا مكالمه الاخ زعل اتمنى الاخوه في وزاره الاسكان يكونوا متابعين يعني قضايا الاسكان يبدو. خلينا ناخذ مكالمه اخرى الاخ اسماعيل الصوافي. الاخ اسماعيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير أخ بدر. النور والعافية أخي الكريم. تفضل. كيف الحال أستاذ؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. تفضل. عندي موضوع يخص إدارة الإسكان بولاية المضيبي. أيضا الإسكان. طيب. نعم. طيب. أنا عندنا الأخ بدر مسكن من قديم الزمان من الثمانينات. نعم. ويوجد به باب. والباب يعني لما تدخل سيدة تدخل سيارة كنا. طيب.
تفاجأنا إن معطاي جارنا المقابل تمديد. ولما جينا شفنا يبني رحنا البلدية كيف الأخوان كذا، قال عنده ملكية وعنده أباحة بناء. وإيش المشكلة في التمديد يعني؟ إيش ضيع عليكم أنتم في التمديد؟ ضيع علينا دخلة البيت، صارت ما يعني أغلقت ولا كيف؟ نعم أغلق يعني البيت ما إلى الحين ما إلى دخل، السيارة ما تدخل أبدا. السيارة ما تدخل؟ السيارة ما تدخل، مساحة الطريق بينه وبينه 4 متر وشيء بس بسيط. طيب إيش كان رد الأخوة يعني؟ كيف ما وقفوا على قبل ما قبل ما يعطوا التمديد ما وقفوا على المكان؟ أنا رجعت إدارة الإسكان بالمضيبي، نعم، وفادني رئيس القسم يقول أنا شفت الموضوع وقلت لهم هذا الموضوع لازم نحيله إلى دار إلى اللجان المحلية. طيب فذاك الوقت اللجان المحلية موقوفة، هم مشيوا الموضوع ورفعوه إلى مكتب معاليه واعتمد معالي التمديد. يعني من رفعوه خلاص جاهز للاعتماد؟ خلاص جاهز. تفاجأنا كيف كذا، جينا قدمنا شكوى إلى مكتب معالي ورفقت للصور وسلمت الرسالة مكتب رئيس معالي وزير الإسكان، نعم، كامل، ورفقت صور شمسية يعني كاملة بالموقع. طيب طلبوا الإفادة وأفادوهم وأفادوا معالي الوزير بالموضوع بأنه فعلا متضرر المواطن، فعلا أن هذا الموضوع، وأنك يا معالي الوزير إذا ما ارتأت أنك تحيل الموضوع إلى الدائرة القانونية للدراسة. طيب معالي أشر أنه يعتمد التمديد، يستكمل إجراء التمديد ومرسول الصور ومرسول كل الأحداثيات. أنا كامل عندي الموضوع ورسلت من هناك، تعرف أنت ما بيعطوك الرسائل لما. طيب يعني الحين احنا امام مسالتين، مساله انه اغلاق الطريق على البيت بسبب التمديد، المساله الثانيه انه راحت كل هذه الاشكاليات الى مكتب معالي الشيخ وزير الاسكان، ومع ذلك تم الاعتماد باستمراريه هذا التمديد. وهذه مشكله استاذ بدر، انا اعرف ان لما توصل المواضيع لادارات الاسكان ولا ذاك ما يروحوا يزوروا الموقع. ما يزوروا الموقع ويشوفوا يتاكدوا، بس مجرد الخرائط عندهم أو الرسومات المساحية ويمشوا عليها. طيب احنا راحين نتواصل مع الأخوة في إدارة الإسكان هناك في المضيبي، ونتمنى أنهم يطلعوا يعني قبل ما نتواصل معهم احنا الآن، نتمنى يطلعوا ويشوفوا المكان ويعني يتكلموا في برنامجنا حول إذا كان هذا المكان فعلا متضرر المواطن منه أم لا. يستفيد مواطن، نعم، أنتم تحبون أن يستفيد مواطن، لكن أن يتضرر مواطن آخر حتى يستفيد الآخر، هذه ليست في 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 قانون يعني. أنا ما مانع تمديد حق لأي صحيح. مواطن. طيب. إلا لأنك تضر شخص على حساب شخص آخر، هذا ما نرضاه ولا نرضاه ولا يرضى صاحب الجلالة ولا الحكومة ترضاه. طيب أخي الكريم. طيب. هذه مطالبنا. شكرا أخي الكريم. ونتوجه إلى معالي إنه يرسل فريق ويشوف إذا كان ما صحيح هذا الموضوع. طيب. إذن الأخ إسماعيل تختتم هذه المحادثة بتوجيه الطلب لمعالي الشيخ وزير الإسكان بأنه يرسل لجنة للتقصي حول هذا الموضوع، يشوف الموضوع إذا كان هذا الموضوع يرضيهم وكذا كان بها. طيب. نراضيهم ونسلمين أمرنا إلى مولانا صاحب الجلالة وإلى الله، إلى الله أول وإلى صاحب الجلالة. طيب أخي الكريم شكرا. شكرا. شكرا جزيلا لك. ما عندنا وقت حتى نأخذ شيء من المكالمات الأخرى، نكتفي بهذه المكالمات. طبعا لدينا في المكالمات السابقة ردود سالم بن خلفان الكلباني، كان يتحدث عن مخالفة مرورية باسمه رغم عدم امتلاكه. ممكن نتصل بسالم نتأكد منه، شوفوا إذا رقمه موجود ولا، ما عندنا وقت حول الموضوع. إذن راحين بناخذه في الحلقات القادمة. الرد كان من الإدارة العامة للمرور بأنه نتقدم بجزيل الشكر للمواطن سالم الكلباني، ونؤكد فعلا أنه دفع خطأ في تخزين رمز لوحة المركبة، وعليه فإننا نعتذر عن تردده للمراجعة لهذا الموضوع ولم يعالج في حينه، مؤكدين أن الشرطة شرطة عمان السلطانية يسعون على تقديم أفضل الخدمات، وقد يكون ما حصل من تردد المواطن لعدم ذهابه للأشخاص المعنيين، كما أن موضوع المخالفة تم تصحيحها وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير. شكرا لكم جميعا. فيما يبدو الوقت يأخذنا، لكن عندنا بعض الردود ليست ردود يعني، بمعنى أنه بعض المكالمات مؤجلة وبعضها أيضا ما ردوا علينا أصحابها، راح نشوفها خلال الفترة القادمة. تحية طيبة لكم وإجازة سعيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.